لو ما حضر زواجك بتزعل؟ الغايب بذرة معه. اي والله انا صدق. في اول صباح ابريل اخبرتها باني احبها. وش هذه؟ او اعطوني معنى ممكن اشوف. لا لا هو انا كاتبه بالقلم. في اول صباح ابريل اخبرتها باني احبها. من اختيار قلبي الى اجبار عقلي. المسافه بين الثنتين هذه كيف قدرت؟ ممكن من وين جبت الكلام؟ يعني ما غردت تويتر من اشياء زي كذا. من وين جبت حسابات دي؟ بالله صدق من وين جبتها؟ ترى ليش ما تجاوبني؟ من وين جبتها؟ من قلبي. اكبر قلبك وسعد. ابيض ونقي وصافي، لو حطيته جنب مويه زلال شفت ان قلبي تساوى معها. قلبك كبير. لكن وش سؤالك؟ في اول صباح ابريل اخبرتها باني احبها. ايش رايك ناخذ ظرف رقم ثلاثة؟ لا ايش كان سؤالك عن هذا الشيء؟ اعطني الظرف رقم ثلاثة. عندنا نطلع فاصل؟ ترى انا ابغى الفاصل اكثر منك، لكن لا. وين جبت صدق؟ قلت لك من قلبي. مكتوب عندك هو؟ غلط. وش اللي غلط؟ قول السؤال يا أخي. السؤال يقول إنه معجب يوم من الأيام اقترب من خطوة الزواج بمن أخبرها في أول صباح إبريل بأنه يحبها، ولكن انتهى الأمر بالفسخ أو عدم القبول والاستمرار. إيش السبب؟ بالعافية اشرب مويه. اشرب مويه. مو بس ما في، ما قد فكر يعني مرحلة اقترب من الزواج، ما قد فكر جديا في الزواج. ممكن كان تسلية؟ أو ما فكرت إطلاقا يعني. يعني غير صحيح السؤال؟ غير صحيح. طيب من اللي أخبرت من اللي أخبرته في أول صباح إبريل بأنك تحبه؟ يمكن بتدخل. ما في يمكن، أنت لازم تأكد لي. إني أنا سألتك من وين جبت السؤال؟ إنك طايح على الحساب ذا، والحساب ذا يعني ما أقدر أقول شيء، مكبل أنا الحين. عبادي الجوهر أبو إيش؟ عبادي الجوهر. طبعا سارة اسم الوالدة واسم أخوي، لكن المعنى هنا ليس يعني هو شخص ما أو حاجة ما تخجل، فما كان الله يوفق فيسك. استريح يا أبوي استريح، خذ راحتك. زياد أنت موتر هناك وموتر هنا. خذ نفس. الدنيا بخير، الدنيا بسيطة. والله شوف ما تمطحت على التغريدة هذه فعرفت انك باقي تحب ابريل وصباحاته. احنا ما نحب الاوقات، نحب الاشخاص اللي يذكرونا بالاوقات. طيب باقي تحب صباحات ابريل؟ لا. اعطوني يا باللون الاحمر يا شباب. كيف احب النقاط. كيف محيط صداقاتك؟ عالي اللهم لك الحمد. عالي؟